اسم الله العزيز. كلمة العزة، العزة بتيجي منين؟ العزة هي الرفعة والمكانة والشرف، مفهومة، بس من أهم الحاجات اللي بتميز الحاجة العزيزة إن هي حاجة نادرة، حاجة مش موجودة كتير، فلما بتشوفها بيبقى ليها هيبة كده. ولا المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى هو العزيز ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء. ربنا هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فده من أعظم الحاجات إن ربنا العزيز مفيش زيه أصلا. وبيقوي بقى وبيعزز اسم الله العزيز ايه بقى؟ ان ربنا القوي. العزيز لازم يبقى قوي، العزيز لازم يبقى لا يغالب. الله لا يغالب، الله غالب على امره، يقول كن فيكون، وهي دي العزه. ربنا يعز ما يشاء ويذل ما يشاء. ومن العزه ان العزيز ما يحتاجش لحد، وربنا ما بيحتاجش لاي حد، بل ويحتاجه كل شيء، ان ربنا هو القائم هو القيوم على شؤون كل حاجه. فشوف العزه لما تعرف ان سبحانه وتعالى عزيز ما بيحتاجش لحد، بيتحكم في كل حاجه، يقول كن فيكون، قوي قادر يغلب ويعز ويذل اي شيء سبحانه وتعالى. لما بيجي في قلبك العزه لله لازم على طول تعتز بانك عبد العزيز، لازم تحس بعزه انك بتعبده. لما واحد ولا المثل الاعلى يبقى شغال عند واحد صاحب مركز ولا صاحب شركه ولا مشهور بيعتز بده، طب انت بتعبد مين؟ سبحانه وتعالى العزيز. فلازم ده يقع في قلبك على طول، تعتز بدينك، تعتز بشرعك. في ناس بتتكسف من الحجاب، في ناس بتتكسف من اللحيه، ده ما يعرفش مين هو العزيز. لو انت عزيز انت ربنا يقول ايه؟ وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. انت معاك حاجه غاليه قوي، معاك حاجه عزيزه قوي، لان هي جايه من العزيز سبحانه وتعالى. وده مش معناه انك تتكبر على الناس، بس معناه انك من جوه هتعرف ان معاك حاجه غاليه قوي بتعتز بيها جدا. ومن معاني اسم الله العزيز انك لا تتصف بالعزه والتكبر، ولكن تتصف بالذل، لانك بقيت مدرك ان كلنا ولا حاجه ومفيش غيره عزيز سبحانه وتعالى، فبتذل ليه وما بتذلش غير ليه. فاي حد تاني تقول له لا من جواك، وبتقول لربنا لوحده انا بذل لك، انت يا رب اللي معاك اللي يجاورك عز جارك، يعز يعز، ولكن في الاول وفي الاخر انا اذل ليك يا رب. وربنا قال كده، اللي معايا ما يخسرش. رب انت بتقول له كده في الدعاء في الوتر، بتقول له يا رب انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. ربنا يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، ايبتغون عندهم العزه فلله العزه جميعا. فانت بتحس انه مفيش عزيز غيره، فمش هتذل غير ليه، فما بقتش تذل البشر ولا المخلوق ولا الواحد ضعيف وبينسى وبينام وبيمرض، بقيت فاهم العزه بتيجي من مين والذله تكون لمين. واخر حاجه مفروض اسم الله العزيز يزرعها فينا من باب الذله بقى مع الناس، خصيصا الذله مع اخواننا مع المؤمنين. وربنا وصف المؤمنين كده انه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ربنا يقول سوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. لو أنت فاهم فعلا أن كلنا بنعبد العزيز، وفاهم أنه دول بالذات بيحبوا العزيز، فأنت لازم تبقى ذليل عليهم، لازم تبقى رحيم بيهم، لازم تحسنهم إخوانك، إنما المؤمنون إخوة. وده من أهم معاني اسم الله العزيز. فتعتز بالله، تعتز بدينك، تعتز بشرعه، تعتز بإسلامك، تعتز بقرآنك، وتذل للمؤمنين اخوانك، وتقرر ان انت مفيش حد عزيز غير ربنا، فمش هذل غير ليك يا رب. هو ده جمال اسم الله العزيز. السلام عليكم.